يجب التمييز بين الأخ بمعناها الواسع العام وبين الأخ بمعناها الضيق الذي يقتصر على أخوة النسب وأخوة الولادة، حيث نجد الكلمة بمعناها المحدود الثاني في قوله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن. والأخت في التنزيل كالأخ والإخوان، وردت بمعنى الأخت في النسب كما في قوله تعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ووردت بمعنى الأخت في العقيدة والسلوك بقوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. كما وردت بمعنى الكبر والحجم والمدلول بقوله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. ونلاحظ أن الأخ والأخت والإخوة والأخوات والإخوان في آيات محارم النكاح ومحارم إبداء الزينة والإرث تعني كلها النسب. ننتقل الآن لنشرح قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. فقد يظن البعض أن الأخ والأخت مقتصران على النسب، فيسأل كيف يفر المرء من أخيه إن كان وحيدا أو لم يكن له أخ. وهذا صحيح لو سحب معنى الأخوة في آيات محارم النكاح والزينة والإرث على جميع آيات التنزيل الحكيم التي تضمنت هذه الكلمة وقصره على أخوة النسب، ولكننا لا نجد أي إشكال بعد أن فصلنا سابقاً كيف استعمل التنزيل مصطلح الأخ والأخت والإخوة في غير معنى النسب. فالمرء قد يعيش وحيداً لوالديه دون أخ أو أخت، لكنه لا يمكن أن يعيش وحيداً دون إخوة وأخوات بالمعنى الواسع العام. ولقد وقع أحد المستشرقين الألمان في وهم الخلط بين الأخ والأخت بالنسب والأخ والأخت في الدين والسلوك والقصد حين قرأ قوله تعالى: يا أخت هارون ما كان، فأعلن أن القرآن لا يوجد فيه دقة تاريخية، فهارون أخو موسى من أمه، والمسافة الزمنية بينهما وبين مريم تبلغ حوالي 1000 عام، وعليه فإن القرآن أخطأ في النسب. ينطلق المستشرق طبعا من أن القرآن من تأليف محمد، ونقول نحن لهذا المستشرق: إن اللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية تسمي رجل الدين أباً وتسمي الراهبة أختاً، فهل يفهم مستشرقنا من هذا أن راعي الكنيسة نكح أمهات الناس فولدنا له الناس وصار أباهم؟ وهل يفهم من هذا أن الراهبة قد ولدتها أمه فأصبحت أخته؟ لقد أوضحنا في صفحاتنا السابقة أن الوالد شيء والأب شيء آخر، وأن الأخ والأخت في النسب شيء وفي العقيدة والسلوك والقصد شيء آخر، فإن اعتقد مستشرقنا أن هذا هو هذا فذلك شأنه. ولكن إن كانت مريم في التنزيل الحكيم ليست أخت هارون بالنسب، فأخته بماذا؟ قد يقول قائل: أخت بالإنسانية أو أخته بالإيمان بالله. نقول: فلماذا هارون بالذات؟ لماذا لم يقل يا أخت موسى؟ وهو الأدق والأقرب إلى معارف الناس. إن تحديد هارون بالذات يدلنا على أن ثمة توخيا في هارون وتماثلا في السلوك والقصد يجمع بينه وبين مريم. فما هو؟ إذا عدنا إلى التنزيل الحكيم ودأب منهجنا دائما العودة إليه دون غيره، نجده يرصد خبر موسى بدءا من الولادة في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ثم يتبع في نشأته: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما.
ثم يروي خبر قتله رجلا من عدوه وتوجهه إلى مدين هاربا وزواجه ثم سيره بأهله بعد انقضاء الأجل ورؤيته للنار ونزول الرسالة عليه وتكريم ربه له. لكننا نجد التنزيل يقدم هارون كأخ لموسى من أمه بعد نزول الرسالة إلى موسى، أما قبل ذلك فلا ذكر له، كما نفهم من قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون وأوحينا إلى موسى وأخيه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ونجد التنزيل الحكيم يذكر أم موسى، لكنه لا يذكر مطلقا أباه أو والده، كما يذكر أن له أختا، وذلك في قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ونمضي مع التنزيل الحكيم لنجد أن موسى وهارون ولدا في وقت كان فيه آل فرعون يستحيون نساء بني إسرائيل ويقتلون أبناءهم، وهذا سبب خوف أم موسى على والدها. ونفهم أن سبب عدم خوف أم موسى على ابنتها نابع من أن التقتيل كان يطال أبناء بني إسرائيل وليس بناتهم، لكننا لا نفهم أبدا سبب عدم خوف أم موسى على ابنها الثاني هارون. هنا ننتبه إلى أن التنزيل الحكيم ذكر صراحة أن هارون هو أخو موسى من أمه، وهذا يوضح لنا الأساس عند اليهود في اعتبار النسب للأم وليس للأب. وحين ننطلق في إثبات النسب من رحم الأم وليس من صلب الوالد، يتساوى لدينا الابن الشرعي والابن غير الشرعي طالما الأم واحدة، ويتساوى لدينا وليد الزواج ووليد الزنا، وكان هذا أمرا واردا عند بني إسرائيل قبل موسى، فالزنا ونكاح المحارم جرى حظره ومنعه أول مرة في رسالة موسى، وكان متروكا للأعراف، إضافة إلى أن النسب للأب تقدم في سلم الحضارة، فاليتيم هو فاقد الأب في المجتمع المتحضر، وهو فاقد الأم في المجتمعات البهيمية أو المتخلفة حضاريا. من هنا نستنتج أن أم موسى تعرضت لاستحياء واحد من آل فرعون، وجاء هارون نتيجة لهذا الاستحياء. أما موسى فهو ابن أمه من واحد من بني إسرائيل، وهذا يفسر لنا سبب خوفها على موسى وعدم خوفها على هارون، ويفسر لنا خوفها من قومها وهجرها لهم وقدومها على آل فرعون مطمئنة على والدها هارون. هذا ما حصل تماما مع مريم وابنها عيسى المسيح يوم جاءت قومها تحمله، فالقوم يعلمون أنها نقية عذراء لم تتزوج، وكان أول ما خطر ببالهم أنهم تذكروا ظهور أم موسى وهي تحمل هارون، وهذا سبب وصفهم لها بأخت هارون. قد يقول قائل: لو أن الأمر هكذا لكان الأجدر بهم توجيه الخطاب والصفة إلى عيسى المسيح، فهو أخو هارون من هذه الزاوية. نقول: وهل كان قوم مريم يعلمون سلفا أن المسيح يتكلم في المهد وأنه سيجيبهم عن سؤالهم المستنكر إلا بعد أن أشارت إليه وقال: إني عبد الله؟ وهذا يفسر لنا قولهم لها: ما كان أبوك امرأ سوء، أي ما كان مغتصبا يستحي نساء كما استحيا أم هارون، وقولهم: وما كانت أمك بغية، أي أنهم يعتقدون أن عملية بغاء قد حصلت ولد نتيجتها عيسى. وهذا يفسر أيضا سبب رغبة موسى في أن يشد الله أزره بأخيه هارون، لما له من مركز عند آل فرعون ودال عليهم باعتباره منهم، كما يفسر لنا سبب استهداف فرعون لموسى وحده باللوم دون هارون، علما أننا نتصور أن المتكلم الداعي في مجالس فرعون هو هارون وليس موسى، لقوله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون.